اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هعمل لكم وصفه جامده جدا وتحلية سهله وبسيطه ومكونات موجوده في اي بيت. تابع معايا الطريقه والخطوات عشان بعد ما تسمعي الفيديو ده ان شاء الله هتعتمديها وتقومي تعمليها على طول. المكونات عباره عن هبدا الاول بكوبايه سكر، هكرملها بالشكل ده، احطها على النار كده وافضل اقلب فيها لحد ما احصل على اللون الذهب الجميل ده، ويا ريت لما نيجي نقلب نقلب بمعلقه خشب بالشكل ده. تمام، اول ما تبدا السكر يفك كده والكراميل يكرمل كده احط على نص كوبايه ميه دافيه، واحده واحده كده بالراحه واقلب كده، ما تخافيش ان هي اتكتلت منك هترجع تفك تاني. تمام، هحط مع مكعب زبده كبير او معلقه زبده كبيره بالشكل ده، افضل اقلب بقى كده تمام كده. اجيب بقى كوبايه ميه عليها معلقتين نشا واقلبهم كده كويس جدا عشان احطه على صوص الكراميل. هعمل احلى صوص كراميل جامد جدا، هحطه بقى على بالشكل ده، فضيته كده افضل اقلب بقى فيه كده لحد ما احصل على القوام ده. صوص كراميل جامد جدا، ينفع بقى للحلويات وينفع تستخدميه لاي حاجه انت حباها، جامد جدا لتشكيل التورتات لتشكيل اي حاجه حلوه، جامد جدا ما شاء الله. طبعا بقى هجيب الموز واقطعه، طبعا احلى حاجه مناسبه للكراميل هو الموز. هجيب الموز كده واقطعه بالشكل ده، كلها احجام متساويه كلها قد بعضها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وان كنت وصلت لحد كده يا ريت تديني لايك. هجيب المكون التاني، 3 معالق زبده عليهم 5 معالق دقيق، واقلبهم كويس جدا بالشكل ده لحد ما اخلي لونه ذهبي من المنظر ده. تمام كده، هجيب بقى حوالي ريتل لبن بدرجة حرارة الغرفة وافضيه واحدة واحدة كده مع التقليب المستمر عشان خاطر الخليط ما يتكتلش منك، واحدة واحدة بالطريقة دي. خفت من الاسباتيولا او المعلقة، ممكن تعملي بالمضرب البيض اليدوي. تمام، هحط بقى رشة فانيليا عليها بالطريقة دي، او نقطتين ثلاثة كده فانيليا سايلة لو المتوفرة عندك، اهم حاجة تحطي فانيليا. تمام، قلبت بالشكل ده لحد ما حصلت على القوام الناعم الكريمي ده، هحط عليه 4 معالق سكر. طبعا هيبقى طعمه عادب شوية عشان خاطر معايا الكراميل. نقلب بقى كويس جدا بالطريقة دي، طبعا جبت المضرب اليدوي وقلبت كده على الهادي كده على نار هادية. طبعا هجيب بقى الخليط ده وافضيه في الكاسات بتاعتي، جامد جدا وطعمه خطير. طبعا ده حلو جدا تاكليه وهو بارد كده لحر الصيف في عزومة حلوة، قاعدة كده ظريفة كده بقى في العصاري. بعد بقى ما افضيه بالشكل ده ويهدى شوية، احط الموز عليه وافضي الكراميل عليه بالشكل ده، جامد جدا وخطير يتاكل بقى كده بألف صحة وهنا يا رب على قلبكم. طعمه جامد جدا بسم الله ما شاء الله. ما تنسينيش بدعوة حلوة اما تعملي الطريقة دي وتجربيها، ما تنسينيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.